فيديو النهاردة هنشوف فيه ازاي نحول ازازة الزيت دي، الازازة دي لتر الا ربع او 750 ملي من الزيت، ازاي نحولها ونخليها كيلو ونص من السمنة البلدي الفلاحي. البطرمان ده بياخد 900 جرام او 900 ملي، البطرمانين دول حوالي كيلو ونص ويمكن اكتر من السمنة. هنشوف ازاي نحول الزيت للسمنة بطريقة صحية بدون ما نسخن او بدون ما نهدرج الزيت، يعني الطريقة صحية وسليمة 100%. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة، وكمان ياريت تشوفوا الوصفات اللي موجودة على القناة، الوصفات جميلة جدا وهتعجبكم جدا. يلا نبدأ. اول حاجة لازم كل الادوات اللي هنستخدمها تكون جافة من المية 100%. هنجيب حلة وهنفض فيها شوية من السمنة البلدي، السمنة الفلاحي سواء بقري او جمسي. البطرمان ده حوالي 300 جرام، يمكن اقل، ممكن يكون ربع كيلو، او ممكن تستخدمه كمان كوباية واحدة فقط من السمنة. كمية السمنة دي حسب الرغبة خالص، بس ما تقلش عن كوباية من كوبايات الشاي. هناخد الحلة دي ونحطها على النار يا دوب بس السمنة تسيح. السمنة ما بتسخنش، يعني هي باردة، لو حطيتوا فيها ايدكم هتلاقوها باردة خالص. مهم جدا تاخدوا بالكم من النقطة دي. انا ما سخنتش السمنة، انا يا دوب سيحتها بس، يعني حطيتها على النار حوالي دقيقة واحدة بس. ممكن طبعا نستخدم الخلاط العادي اللي هو زي ده، نفضيها في الخلاط العادي، وممكن نسيبها في الحلة زي كده ونستخدم الهاند بلندر. هي نفس الخطوات ونفس الطريقة، بس في الخلاط العادي بتشغلوا الخلاط العادي على الدرجة الأولى وتفتحوا الغطاء من فوق وتشغلوا الخلاط وتصبوا الزيت. إنما الهاند بلندر بتشغلوا الهاند بلندر، يعني تخفقوا او تخلطوا السمنة وهي في الحلة بالشكل ده، وانتوا بتخفقوها بالهاند بلندر بالايد التانية بتنزلوا الزيت عليها بالشكل ده. يعني في اثناء تشغيل الخلاط او الهاند بلندر بننزل على السمنة المسيحة الزيت. هنفضل نخلط فيها بالشكل ده. لو لاحظتوا السمنة والزيت بيتحولوا للون الابيض وقوامهم بيتقل، شايفين لونها بيض خالص ازاي، زي شكل السمنة بالظبط. الطريقة سهلة جدا وكمان موفرة جدا، وبتدينا نفس النكهة بتاعة السمنة البلدي بالظبط، وكمان صحية. في ناس بتاخد الزيت ده وتسخنه على النار وكده بيكون مضر جدا ومهدرج. بعد ما نفضي كل كمية الزيت هنخفق في الخليط ده لمدة 30 ثانية فقط. لو لاحظتوا كل ما بخفق فيه أكتر كميته بتزيد شوية، وكمان قوامه بيتقل شوية، ولسه هيتقل أكتر بعد ما نسيبه يجمد زي ما بنكون مسيحين السمنة البلدي ونسيبها شوية أو نحطها في التلاجة شوية، بتجمد ولونها بيفتح. انا كده خلصت، ما خدتش اي وقت خالص. دلوقتي هفضيها في البطرمانات، شايفين لونها ابيض وجميل ازاي، زي السمنه البلدي بالظبط. اول حاجه مهم جدا ان البطرمان اللي هنفضي فيه السمنه يكون نظيف وناشف تماما من الميه، ويستحسن كمان انكم تكونوا غاسلينه بميه مغليه. دلوقتي هنفضي السمنة في البطرمان وهنشوف مع بعض ازازة الزيت ملت كام بطرمان. البطرمان ده 900 ملي، بطرمان المربى الكبير كده. فضيت في بطرمان وجبت بطرمان تاني هفضي فيه، هو ما اتملاش كله، الجزء الصغير اللي فوق بتاع غطا البطرمان هو بس اللي فاضي. يعني السمنة دي حوالي كيلو ونص ويمكن كيلو
مثلا و700 جرام. وزي ما قلت لكم ممكن تستخدموا السمنة الجمسي أو السمنة البقري. وفي ملحوظة مهمة جدا لازم نقولها، السمنة دي طبعا ما بتكون موجودة في البيت، ممكن نستخدمها في الطبيخ العادي وممكن نستخدمها في الحلويات زي الكيكات مثلا. فالسمنة ممكن نضيف ليها شوية ملح صغيرين لو هنستخدمها في الحلويات. لو انت هتستخدميها في حاجة تانية زي الرز مثلا او الطبيخ، ممكن مثلا تضيفي ليها ربع معلقة صغيرة من الملح. وطبعا لو ضفت لها ملح ما ينفعش خالص تستخدميها في الكيكات والحلويات. والملح طبعا بيحفظها. لو هتستخدميها في الطبيخ ضيفي لها ربع معلقة ملح زي ما قلت لكم وسيبيها بره التلاجة. انما لو ما ضفت لهاش ملح خالص عشان هنستخدمها في الحلويات وفي الطبيخ، فالاحسن اننا ندخلها التلاجة ونخرجها حين الاستخدام. دلوقتي هنغطي البطرمانات. بنحط غطى البطرمان على البطرمان ونرجعه للخلف مرتين، بعد كده نقفله لقدام مرة واحدة. بتلاقوه قفل زي طريقة المصانع بالظبط، زي ما تكوني شارية مثلا بطرمان صلصة او بطرمان مربى وتلاقيه مقفول كويس جدا. تيجي تفتحيه بتلاقيه بيعمل التكة اللي بيعملها البطرمان الجديد. انا هدخل السمنة بتاعتي في التلاجة لمدة ساعة واحدة وهوريها لكم ازاي السمنة جمدت وبقت زي السمنة البلدي او زي اي سمنة بالظبط. ومع انها ما قعدتش في التلاجة كتير، يدوب بس ساعة، يعني ممكن اسيبها اكتر، بقى شكلها بالشكل ده، جمدت اكتر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وشايفين لونها حلو جدا ازاي، ابيض وصافي جدا زي السمنة بالظبط، يعني ما تفرقهاش كمان. وكمان ريحتها جميلة جدا، يعني ما تختلفش عن السمنة البلدي خالص. وكمان عملناها بطريقة صحية. وده بطرمان سمنة بلدي عندي، دي سمنة بلدي جمسي عندي صافي. شايفين اللون مفيش فرق بينهم خالص. وكمان هوريكم قوامها، هتلاقوا مفيش فرق بين السمنة البلدي الأصلية والسمنة البلدي اللي عملناها بالزيت. دلوقتي هغطي البطرمانات التاني واحفظ السمنة دي جوة التلاجة. لو احنا في الصيف بندخلها التلاجة، لو احنا في الشتاء ممكن نسيبها برا التلاجة مش هيحصل لها اي حاجة خالص. بس طبعا عشان الجو حر وطبعا الحاجة غالية لازم نحافظ عليها، فندخلها التلاجة وقت الاستخدام نخرجها نستخدم منها وندخلها تاني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.